فرق سيارة عزيز في خطوبة أخيها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع نارين بيوتي، حيث قام أخيها جلال بنشر ستوري علق عليه أن نارين عزمت للعشاء. أما لنا ولين فاختف اليوم عن السوشيال ميديا. نمر إلى يارا عزيز اللي احتفلت اليوم بحفلة خطوبة أخيها، وقامت يارا بنشر العديد من الستوريات وهي عم ترقص، وعلقت على إحدى الستوريات إنه خطيبة أخوها كانت مثل أختها وهلأ صارت أختها عن جد. أترككم مع باقي الستوريات رأيكم بخصوص هذا الخط. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the